وحدة وصمود شعار رفع ولمع في دموع ترقرقت في مقال رجال الاتحاد الجهوي بصفاقس حول أمينهم العام محمد شعبان، والذي قرر مغادرة الساحة النضالية النقابية بعد 50 سنة، وذلك في المؤتمر 25، ليترك المشعل لمن سينوبه في خط صفحات النضال. طبعا هذه في كل محطات وفي كل مؤتمرات يدعي بعض أطراف سياسية يدعي ربما يتخيل لهم زادة كذلك أن الاتحاد يجمو يستحوذوا عليه بطريقة أخرى، ونقولوا لهم مش ممكن لكم مهما كانت التكاليف ومهما كان عندكم من قواعد. أنا نعتبر عندهم بعض عناصر، ولكن راهو النقابيين المستقلين هما اللي مش يقودوا السفينة. طبعا الاتحاد هو مجموعة من الطوائف السياسية، ولكن فما قسم بين النقابيين وخاصة المستقلين باش الاتحاد يحميوه من كل تجاذبات سياسية. شعب تونس شعب حر، لا أمريكا ولا قطر، هكذا صدحت الحناجر من بعض الحاضرين في قاعة المؤتمر في رسالة مضمنة من أبناء الاتحاد الجهوي بنأيهم عن الولاءات وردا على ما اتهمهم به بعض الأطراف من تسييس وفساد. أنا استغرب عندما أقول أنه تتوجه إلى النقابين تهمة الفساد، ولم أسمع إلى حد الآن منذ اندلاع الثورة أن نقابيا حكم أو أوقف بتهمة الفساد. وعندما نقول فساد، سؤال يطرح نفسه، أي فساد؟ نحن لا نملك سلطة مالية في البلاد، لا نملك قرارا سياسيا، كنا لا نملك قرارا سياسيا في البلاد. نحن الاتحاد العام التونسي للشغل يتفاعل مع الأحداث بالبلاد، معناها كان يتعامل مع الأحداث في البلاد حسب ما يراه النقابيون وما ترسمه هيكله التي هي سلطة القرار. مؤتمر حضره المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وبإشراف السيد حسين العباسي، الذي تولى تكريم نخبة من النقابيين وعلى رأسهم السيد محمد شعبان، وتطرق إلى عديد النقاط التي تخص الوضع الراهن في البلاد. يلزم مصلحة البلاد هي المصلحة اللي نحطها نصب عيون الأولى، مصالح الأحزاب تأتي بعد مصلحة البلاد. اليوم مش ممكن باش نعمل دستور لتونس على مقاس طرف أو تزوز أو ثلاثة أو أربعة، يلزم نعمل دستور لتونس. تونس هي البلاد الصغيرة لكن كبيرة برجالها، تونس اللي عادت معناها ضحت، تونس اللي طول حياتها معناها تعيش رغم الدكتاتورية ولكن المجتمع متاعها مدني. يلزم دستور كل التوانسة يلقاو أو يشوفوا أنفسهم فيه. مؤتمر سينبثق عنه مكتب جديد سيختاره المؤتمرون من أحد القائمتين المترشحتين أو المترشح الفردي، وحسب ميراج يبدو أن أحد القائمات مزكاة من الكاتب العام المتخلي، فيما الأخرى تضم جانبا من المنتمين اليسار، والكل يعولون على رصيدهم النضالي النقابي.